الهدف الأول بطريقة رائعة من هذا اللاعب رمون سردار. أربعي تمكن من قص هذه الكرة بطريقة سهلة وسهلة جدا في التوزيع، ولا واحد في المراقبة لمندي ولا شاف سردار، ثم وضعها في الزاوية البعيدة على فوز شوشي، وضعها في الزاوية من هناك مسجل الهدف الأول. سعد يبقى في السماء ينتظر الكرة أزمون، انطلاقة أولى للمباراة، هدف مقابل صفر لصالح المنتخب الإيراني الذي على مرتين يعني المنتخب